القتل مواجهة بين الحسين وبين أعدائه، مواجهة بين الخير كله والشر كله، وقد انتهت إلى ما كان متوقعا لها. انتهت إلى معركة بين شهداء أبرار وبين جلادين فجار. أثبت الحسين أن ما بني على الباطل باطل، حتى وإن كان المبني إمبراطورية، وأن ما بني على الحق حق حتى وإن كان قتلا في سبيل الله. ولقد فشل أعداء الحسين في أن يقنعوا ولو شخصا واحدا بأنهم لم يكونوا مخطئين وأن الحسين لم يكن مصيبا. لم تكن نهضة الحسين مغامرة سياسية، ولا كانت حركة مصلحية، ولا كانت تهدف إلى فتح البلدان، ولا كانت من أجل اغتنام الحطام، بل كانت باختصار نهضة ربانية من أجل أهداف ربانية يقودها شخصية ربانية. كان منطق الحسين عليه السلام بسيطاً للغاية، كبساطة النور، فهو يقوم بالدفاع عن الحق، فإن نصره الناس وعانوه فقد نصروا حظهم وعانوا أنفسهم، وإن تقاعسوا عن نصره التزم هو وحده بالحق ولم يتوانى عن الدفاع عنه، حتى وإن أدى ذلك إلى قتله وقتل كل من معه من أهل بيت رسول الله. قامت نهضة الحسين عليه السلام على أهم موازين الدين، وهي الاستقامة في الحق والثبات على المبدأ والتضحية من أجل القيم. كان الخلاف في عاشوراء بين منطقين، منطق الأمة ومنطق السلطة، فالحسين كان يريد السلطة للأمة، أما أعداؤه فكانوا يريدون الأمة للسلطة.